كانوا الأجداد ديالنا يمارسون هذا الزراعة والآباء ديالنا، نحن لم نجد شيئا في منطقتنا، فقط هذه الزراعة. على ذلك الشيء كنهضر على أنه بالنسبة للمغرب هناك خصوصية في هذا الموضوع، لا يجب قراءة الوضع في المغرب بعين أجنبية، لأن الكيف والحشيش في المغرب هو موجود. تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب والعفو عن بعض مزارعيه، فما الفائدة؟ القنب الهندي هو نبات ينتج منه الحشيش والبنجو، لكنه أيضاً يستخدم لأغراض طبية وصناعية وتجميلية. قننته عدد من الدول لأغراض طبية وصناعية، ومنها المغرب في عام 2021 بعد أن ظلت زراعته لسنوات مجرمة قانوناً. ومؤخراً أصدر ملك البلاد عفواً عن نحو 5000 من مزارعي القنب في شمال البلاد للمرة الأولى، فيما اعتبره فريق خطوة على طريق تعزيز زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية في المغرب، في مقابل مخاوف وتحفظات من فريق آخر. فلماذا يقنن المغرب زراعة القنب الهندي؟ وكيف يضمن ألا يزيد ذلك من الإتجار بالمخدرات في البلاد؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا نغم قاسم. أرحب أولاً بمحمد البوقديدي، أحد مزارعي القنب الهندي، وينضم إلينا من دائرة كتامة في إقليم الحسيمة في شمال المغرب، وهي منطقة معروفة بزراعة القنب الهندي منذ يعني سنوات طويلة. أهلاً محمد. أهلاً بك أستاذة، شكراً لك، مرحباً. محمد، منذ متى بدأت في زراعة القنب الهندي؟ أنا بدأت في السن مثلا نقول لك 20، من 22 سنة 23 سنة هكاك بدينا حنايا، ولكن كانوا الآباء ديالنا سابقين والأجداد ديالنا سابقين هذا الدومين ديال زراعة القنب الهندي. هل هناك زراعات أخرى في هذه المنطقة غير القنب الهندي؟ لا، المنطقة تنتج فقط هذه الزراعة القنب الهندي فقط، لا ينتج فيها أي شيء، منطقة جبال وفقط. طيب، يعني الآن يا محمد أنت تزرع مادة مجرمة قانونا، وأنت يعني هذا يضعك تحت طائلة القانون أو تحت طائلة الملاحقة، كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ هل هناك بدائل لديك؟ احنا نهار تدينا في التاريخ ديالنا كانوا الأجداد ديالنا يمارسون هذا الزراعة والآباء ديالنا، نحن لم نجد شيئا في منطقتنا، فقط هذه الزراعة، يعني نحن كبرنا في وسط هذه الزراعة وليس لدينا بديل وليس لدينا أي شيء غير هذه الزراعة القنب الهندي. طيب أنت الآن يعني هل تستطيع أن تتحرك بحرية؟ جميع المواطنين اللي يمارسوا هذه المهام ديال زراعة القنب كانوا مهدين، يعني كيقولوا ربما كلنا حنايا متبوعين بهذه القضايا، ما كيقدروش مثلا ما يقدروش يخرجوا من المنطقة، ما يقدروش يسافروا، ما يقدروش ينعسوا في الأوتيل في المدن في الفنادق، ما يقدروش مثلا يمشيوا شي بلاصة، واخا ما عندوش المتابعة، ولكن يشك في راسو وكيقول ربما حتى أنا نكون متابع في هذه القضية ديال زراعة القنب الهندي. يعني أنت محمد تستطيع الخروج خارج الدائرة، خارج البلدة، تستطيع الذهاب إلى الرباط مثلا أو إلى أي مدينة أخرى في المغرب؟ والله يا أستاذي لا، مدة ما لم أتحرك من هذه المنطقة، والأغلبية نحن دائما كنقولوا في نفسنا ربما عندنا متابعة، حيت هذه القضية ديال زراعة القنب الهندي ما إنسان ما كتكونش على باله. طيب أنت كمزارع للقنب الهندي يا محمد، يعني كيف تتعامل مع المحصول بعد في مرحلة الحصاد؟ يعني أنت تزرع تزرع نبات غير يعني مجرم قانونا في هذا البلد، كيف تتخلص من المحصول؟ مجرم قانونا احنا إذا جينا نهضروا الواقع أستاذة، الفلاحة البسطاء لم يستفيدوا أي شيء من هذه الفلاحة، الأغلبية ديال الفلاحة المزارعين ديال كيف المناطق ديال كتامة، الناس الحاليين دابا الناس مازال ما عندها لا سكن لائق، ما عندها لا طرق لائقة، ما عندها تشي حاجة لائقة، هاد الناس هادو مساكن لم يستفيدوا أي شيء، فقط الرعب والترهيب والحصار لعدة سنوات.
هل أنت محمد حاولت زراعة نبات آخر غير القنب الهندي؟ لا، لم ينتج أي شيء في هذه المنطقة، في هذه الجبال، لم ينتج أي حاولت شيء من غير هذه النباتات. حاولوا الآباء ديالنا وحاولوا الأجداد ديالنا، ولم ينتج أي شيء في هذه المناطق من غير هذا القنب الهندي اللي المسمى البلدية. يعني الآن الحكومة المغربية تقوم بتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، هل ستتجه لزراعة القنب الهندي تحت ترخيص حكومي؟ لا لا لا، لماذا؟ لأولنا أستاذة، احنا كتما لم نستفيد من هذا المشروع، ولم يتواصلوا معنا هذا الناس المسؤولين بهذه الوكالة ديال التقنين بهذا المشروع، لم يتواصلوا مع المواطن المزارع الحقيقي، وأصبح هذه الوكالة ديال التقنين، هذا المشروع ديال التقنين جروه لاتجاهات أخرى، يستفيدوا منه الناس أخرى، ولم يتواصلوا الآن مع المواطن الكتامي بهذا المشروع هذا. والكتاب المواطن الكتامي مازال ما على بالوش بهذا المفهوم هذا، مازال ما على بالوش هذا المشروع مقصي. علاش حنا كنطالبوا حتى حنا يكون عندنا تقنين ترفيهي، حتى في هذه العشبه البلديه حتى هي تكون عندها الاماكن ديالها المخصصه في المغرب، اللي هي مثلا يدخلوا السياح من العالم يعرفون المكان ديالها فين كاين، يمشيوا يتقضوها ولا يكميوها ولا هذا هو. وحتى في المنتوج ديال الادويه، الا دخلنا في المجال ديال منتوج الادويه بالبلديه، راه غادي نفس الاسواق العالميه. يعني المنتوج ديال البلديه راه ماشي هو هذا المنتوج ديال هذا البذور اللي كيتعطي لهم الوكاله وهادشي يعني هذا، فهمتي استاذه؟ أنت ترى أنه أنت كمزارع لكي تحصل أو لكي تستفيد من هذه النبتة من المفترض أن يتم تقنين النشاط الترفيهي أو الغرض الترفيهي لها. طيب، ألا ترى أنه هذا يضر بالشباب المغربي لأنه هذا يشجع على إدمان المخدرات لأنه هذه مادة مخدرة؟ نعم، مادة مخدرة، ولكن احنا مازال ما مستفدينش من هذا الانخراط ديال التقنين، هذا المشروع ديال التقنين مازال ما وصلش عندنا احنا. محمد، أنت لديك أولاد، نعم هل يعملون في طبعا. زراعة القنب الهندي؟ لا لا، مازال صغار، مازال صغار، مازال يدرسون؟ صغار. يدرسون يعني، شي كيدرس شي ما كيدرسش، كل واحد كيفاش، كل واحد كيفاش تابع سميتو. لكن هل تتمنى لهم أن يعملوا في هذه الزراعة أم تتمنى لهم مستقبل مختلف؟ لا لا، أتمنى لهم، لا أتمنى لهم، لا أتمنى. أشكرك شكرا جزيلا محمد شكرا لك البقديدي وأستاذ، مزارع القنب الهندي من شمال المغرب، شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذة، شكرا، شرف لينا. المغرب يعد من أكبر منتجي ومصدري القنب الهندي في العالم، وهناك 400,000 شخص في شمال المغرب يعيشون على زراعته منذ سنوات طويلة بحسب وزارة الداخلية المغربية. قبل صدور قانون تقنين زراعة القنب الهندي في عام 2021 لأغراض طبية، سعى شكيب الخياري الناشط الحقوقي المغربي من أجل إقرار هذا القانون. أهلا شكيب. مرحبا، شكرا. لماذا كنت تنادي بإقرار قانون لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية في المغرب؟ في الحقيقة في البداية كان أشتغل حول موضوع آخر الذي يتعلق بمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في المغرب، على اعتبار أن المنطقة التي أقطن بها وهي مدينة الناظور كانت تعرف تواجد موانئ كبيرة للتهريب الدولي للمخدرات عبر الزوارق النفاثة، فقمت بالترافع من أجل محاربة هذه الزوارق. وبطبيعة الحال تبين مع الوقت أن الأمر فيه إشكال، لأن محاربة تجار المخدرات كيعني بشكل مباشر المس بالمزارعين، على اعتبار أن المزارع له مشتري وحيد اللي هو تاجر المخدرات، وبالتالي أي ضرر يلحق بتاجر المخدرات هو ضرر يلحق مباشرة كذلك بالمزارع. هنا بنت الفكرة ديال أنه كيفاش يمكن عزل المزارع عن تجار المخدرات، من أجل أن تكون الحرب ضد التجارة غير المشروع بالمخدرات ذات نتيجة إيجابية ولا تنعكس سلبيا على فئة المزارعين. تبين من خلال الدراسة لكثير من التقارير حول المنطقة أن هيئة الأمم المتحدة سنة 2005 اعترفت بفشل الزراعات البديلة في مناطق زراعة القنب الهندي،
لأن الدولة التقصد في حاولت شمال المغرب. بشمال المغرب في منطقة الريف، الدولة حاولت مع الأمم المتحدة وكذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي أنه يتم إزالة القنب الهندي اللي كيتواجد منذ على الأقل القرن السادس عشر، وتعويضه بزراعات أخرى وبمواشي لوضع حد للتجارة غير مشروع بالمخدرات. لكن لماذا وتبين فشلت؟ لكن لماذا أصلاً فشلت الزراعات البديلة في هذه المنطقة من المغرب تحديداً؟ يعني هل لماذا نعرف فشلت الأسباب؟ في حتى تقارير الأمم المتحدة تؤكد على أن الأمر يتعلق بسوء فهم المفهوم الزراعة البديلة. الزراعة البديلة كما تعرفها الأمم المتحدة يتعلق بزراعة التي تدير مداخيل تساوي أو تفوق ما كانت تديره الزراعة غير المشروعة، وبالتالي أي مدخول أقل من هذا لا يحقق النتيجة ويؤدي بطبيعة الحال للفشل، لأن المزارع هنا كيكون في وضع ديال الاختيار، خصو يختار إما يمشي في طريق المشروع في زراعات التي تسمى بديلة وغيكون الدخل أقل، أو يمشي في التهريب غير المشروع المخدرات وغادي يكون الربح أكثر. إذا هذه الزراعات البرامج الزراعات لم تحترم هذا المفهوم ديال الزراعات البديلة التي تدير مداخل تساوي أو تفوق ما كانت تدير الزراعة غير المشروعة، لكن وبالتالي لماذا فشلت أستاذ؟ التجربة باعتراف أمم متحدة في تقرير في سنة 2005، وبالتالي لكن كان ضروري أنه هاد المزارعين كيف يمكن أن نفصلهم عن تجار المخدرات ويبقوا يزرعون، يعني يبقوا يزرعوا دائما القنب الهندي. هنا تبين لنا أنه يمكن الحفاظ على تلك الزراعة ولكن مع توجيهها إلى استعمالات أخرى إيجابية. وبعد بعد البحث في هذا الموضوع تبين لنا أنه ممكن استعمال القنب الهندي في الكثير من الاستعمالات الإيجابية في الصحة، في صحيح الصيدلة، كذلك في مواد شكيب، التجميل، التغذية إلى غير ذلك. شكيب يعني أنت تقول أن المسألة كلها تتعلق بأن المزارعين رفضوا الانتقال إلى زراعات أخرى لأنها لا تحقق نفس الربح، أنه وهنا المسألة لا تتعلق بالتربة في هذه المنطقة أو بالبيئة في هذه المنطقة التي لا تسمح بزراعات أخرى غير زراعة القنب، المسألة تتعلق بالمزارعين أنفسهم. لا، ليس كذلك بالضبط، لان هناك زراعات كاين دابا اليوم الى مشينا المناطق ديال القنب الهندي هناك زراعات اخرى، ليست هناك فقط زراعات القنب الهندي، فقط الزراعات التي منحت لا تحقق اولا تلك الارباح، ثانيا لم يتم احترام البيئه التي تتواجد في هذه المناطق، على اعتبار ان هذه المناطق كتشهد بروده وثلج كثير في فصل الشتاء، الشيء اللي اضر فعلا بكثير من المنتوجات والمواشي في هذه المناطق. لهذا فهاد الناس منذ قرون هم محافظين على هذه الزراعه ديال القنب الهندي اللي اضحت واحد اقتصاد ذو بعد ثقافي كذلك في هذه المنطقه. حدثني اذا اكثر عن هناك هذا عوامل البعد، كثيره ادت للفشل. حدثني أكثر عن هذا البعد الثقافي المرتبط أو المتعلق بمسألة زراعة القنب الهندي في منطقة يعني الشمال أو منطقة الريف الشمال في المغرب، منذ متى أصلا بدأت؟ بطبيعة الحال أن هذه الزراعة قديمة منذ كما قلت أنا القرن السادس عشر، وبالتالي توارثها الأجداد وطرق الزراعة ديالها اللي هي حرفة يتوارثها جيل عن جيل. ما يمكنش الأشخاص آخرين عاديين أنهم يجوا المنطقة وغادي يزرعوا القنب الهندي كما كيزرعوه كينميوه أبناء المنطقة. واليوم إذا سمعنا خبراء في الهندسه الزراعيه في المغرب اللي كيهضروا على هذا الموضوع ديال القنب الهندي كياكدوا، خصوصا بعد العفو الملكي، ان الناس الدوله في حاجه لهم لتنميه هذه الزراعه المشروعه، لان لديهم تقنيات لا تتوفر لدى غيرهم. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه، هذه الزراعه عندها واحد الطقوس كثيره في المجتمع، كاين مثلا كتستعمل في العلاج اللي كنسميوه حنا العلاج الطب البديل العلاج حاليا، الشعبي. علاج شعبي تستعمل منذ القديم الى يومنا هذا. كذلك كاين مواسم احتفاليه في المنطقه اللي كيحضروها الاف والاف ديال الساكنه، اللي من ضمن المسائل اللي تحتفي بها هي القنب الهندي.
إذن وعنده علاقة كبيرة بهذه السكينة. ثم كذلك ما نسوش أن من ضمن أسباب الفشل كذلك الوعورة ديال التضاريس المنطقة، لأنها منطقة جبلية وعرة جدا، يعني لا نتحدث عن سهول، نتحدث عن زراعة تتم في الجبال. صحيح، بس هل هنا السهول نجدها نتحدث في بعض المناطق الجديدة. هنا نتحدث عن يعني ارتباط ثقافي بين القنب الهندي ومنطقة شمال المغرب؟ هل هذا يشبه مثلا استعمال القات مثلا في اليمن؟ هل هناك يعني تصالح، أو هل هناك نوع من التسامح بين أبناء المجتمع في الشمال بين صحيح صحيح، استعمال هذا هو القنب؟ استعمال استهلاكه مثلا في منطقة الشمال هو ليس بعيب، هو أمر جد عادي، وطريقة تدخينه في الأصل قبل أن يتحول إلى حشيش من طرف الأوروبيين، هو أفضل طريقة لتدخينه في المنطقة هي بما يسمى بالسبسي، والسبسي هو أداة خشبية منقوشة ومنحوتة بشكل جمالي جدا، تكون طويلة تشبه ما يستعمله الهنود الحمر في أمريكا الشمالية. لكن هناك مخاطر كبيرة يعني تحدث عنها الأطباء، وحتى منظمة الصحة العالمية، عن مخاطر استعمال هذا النبات دون إشراف طبي أو دون يعني إشراف من المتخصصين، وبالتالي فهل هؤلاء المزارعين يعرفون عن مخاطر هذا النبات؟ صحيح، بكل تأكيد لا أعتقد أن الغالبية تعرف الأضرار الصحية للتدخين، غير أن هناك فرق حين نتحدث عن التدخين السبسي أو تدخين الكيف الذي هو التسمية المحلية للقنب الهندي، يتم تدخين العشب اللي هو وليس الحشيش. مستخلصات من العشب، ويتم خلطها بمواد كيميائية مثل التبغ مثلا. لكن دعنا نعود لفكرة التقنين شكيب، يعني التقنين، ألا توجد هناك مخاطر؟ وهذا ما قالته الأمم المتحدة، أن فكرة التقنين قد تشجع البعض على زيادة استهلاك المخدرات، وقد تشجع على زيادة الاتجار في المخدرات، وقد تشجع على زيادة زراعة مساحات من القنب الهندي، لأنه أصبح قانونا يعني مباح. فكرة جيدة، لكن لنتحدث عن خصوصية المغرب. كما قلت أن المغرب منذ قرون يعرف هذه الزراعة وهي موجودة في الهواء الطلق. لا نتحدث عن دول أجنبية، حيث مثلا كهولندا حيث يتم بيع الحشيش في مقاهي خاصة مغلقة، ويتم الترخيص فقط باستهلاك كمية قليلة جدا في اليوم الواحد. نحن نتحدث عن زراعة بالهكتارات في الهواء الطلق، يمكن لأي مواطن يريد التدخين أن يذهب ويقتني هناك أو يدخن هناك. ولماذا لم يذهب المغاربة ليفعلوا ذلك؟ لأن من ليس لديه رغبة ليست لديه الرغبة ولو تم تقنينه. يعني بعد أن كان هؤلاء المزارعين ملاحقين، وبعد أن كانت الدولة تحارب الاتجار بالمخدرات، الآن هي تقنن زراعة القنب الهندي. أنا أفهم أنه لأغراض طبية، لكن هذا يعطي انطباعا بأن المسألة أصبحت محمية إلى حد ما بالقانون. صحيح، ولكن ما هو المحمي؟ الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، ويمنع الآن بالقانون استعماله لغرض ترفيهي، لكن هناك دفاع من أجل أن يسمح كذلك بالاستعمال الترفيهي، والسبب أنه يمنح إمكانية لجلب المستهلكين الذين يقتنون هذه المواد من السوق السوداء إلى اقتنائها في ظروف وشروط تكفل ما أمكن الحد من المخاطر الصحية. لكن هناك جانب آخر لهذا، هي فكرة أنك تسمح للمزيد من الشباب أن ينجرفوا إلى هذا التيار، اللي هو تيار إدمان المخدرات تحت مسمى حمايتهم من السوق السوداء. على ذلك الشيء كنهضر على أنه بالنسبة للمغرب هناك خصوصية في هذا الموضوع، لا يجب قراءة الوضع في المغرب بعين أجنبية، لأن الكيف والحشيش في المغرب هو موجود، يسهل الولوج إليه والحصول عليه في أي لحظة.
طب وماذا عن الأراضي الآلاف الهكتارات المزروعة من القنب الهندي، يعني غير المستخدم لأغراض طبية، والتي تزرع بطريقة غير قانونية الآن، يعني هذا مجرم، صحيح، فكيف تتعامل موجودة الدولة مع هذه الأراضي؟ الآن، تعتبر خارج دائرة القانون، ولا يمكن استعمالها في الاتجار، وإلا سيعتبر جريمة الاتجار على مشروع مخدرات، وسيكون هل مآل يتم حرق هذه صاحبها يعني المحاصيل؟ الحبس. أم نعم، كيف تتعامل معها الدولة؟ هل يتم حرق هذه المحاصيل؟ كيف تتعامل معها لا الدولة يتم لوقف؟ حرقها، لا الآن لا يتم حرقها، ولكن يمنع تهريبها. يعني الدولة الآن تتجه ليس إلى قمع المزارع، وإنما إلى قمع المهرب. شكيب الخياري، الناشط الحقوقي المغربي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جزيلا. شكرا على المتابعة. استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لديكم، وعلى موقعنا bbcarabic.com، وعلى قناة BBC نيوز عربي على يوتيوب. نسعد بآرائكم واقتراحاتكم، وشاركوا حلقاتنا مع من تحبون، وعلقوا عليها ولا تنسوا الإعجاب بها، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. أعد هذه الحلقة عبد الحميد عباس وريم أحمد، وفي الإخراج ديفيد كوان وعلي علي، وفي إدارة التحرير إناس عبد الوهاب، وقدمتها لكم نغم قاسم. إلى اللقاء.